الجديث. تمريره بعد ذلك كان القهوي طويله باتجاه عمر. كنترول وكره لمصلحتي يا اسلام. كره يعتمده بك فد بك يا رب في الجهه اليسرى. تاتيتش يتقدم الى المنطقه تسديده. ليستر برايتون لكن في مباراتين ممكن. الله الله ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا النهارده عامل حاجه جديده، عامل انترفيو مع واحد من اساطير رياضه الخماسي الحديث المصريه ورياضه كره السرعه ومحطم الارقام معانا ومعاكم اسطوره الخماسي الحديث. ده كان شرف كبير جدا عشان نعمل معاه انترفيو النهارده معانا ومعاكم كابتن ياسر حفني. فده كان شرف كبير جدا نعمل معاه انترفيو، ورب ابقى دايما دوست ظنكم بيه. لو انت جديد في القناه ساش تعمل لايك سبسكرايب وشير للفيديو، عايزين نوصل القناه لاكبر عدد ممكن من السبسكرايبرز واللايكس ممكن. ورب ابقى دايما دوست ظنكم بيه. يلا نخش في الحلقه، نروح في الانترفيو مع كابتن ياسر حفني. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh. ده حضرتك كابتن ياسر، عامل ايه؟ سعيد جدا بوجود حضرتك معنا النهارده، شرف كبير جدا لا تكون معنا واحد من اساطير رياضه الخماسي الحديث في مصر ومحطم الارقام في رياضه كره السرعه، فشكرا جدا لوجود حضرتك معنا النهارده. حبيبي عبد الرحمن، وانا اللي ليا الشرف ان انا اكون معاك، وسعيد بيك جدا وبتوقع لك مستقبل مبهر، يعني سواء في مجال الاعلام او السوشيال ميديا. وانا اول مره اشوف طبعا ما شاء الله حد صغير كده، ما اعرفش انت عندك كام سنه، بس طبعا باين عليك ان انت صغنون. يعني كام سنه عبد الرحمن؟ انا عندي 14 سنه. ما شاء الله عليك، وكنت بادئ انت من فتره كمان من سنه، فانا اللي بتشرف ان انا اكون موجود معاك النهارده. شكرا جدا لحضرتك. كل الناس اللي بيحبوا حضرتك كانوا عايزين يعرفوا بدايه حضرتك كانت عامله ازاي في رياضه الخماسي الحديث، واشمعنى حضرتك اخترت رياضه الخماسي الحديث؟ يا عبد الرحمن بص، هو انا بصراحه ما اخترتهاش قوي، هي جت معايا بالحظ. انا زي ما انت قلت كنت بلعب كره سرعه وسباحه وجودو، خلاص، والحمد لله كنت متفوق فيهم يعني من سن صغير قوي. وبالصدفه كان عندي مدرس في المدرسه، هو كان مدير فني خماسي حديث في نادي 6 اكتوبر، خلاص. فانا كنت في المدرسه العب كوره، العب اي حاجه فيها لعب ورياضه كنت تلاقيني ايه دايس فيها. فالراجل قال لي في لعبه اسمها خماسي حديث، خلاص، في السن الصغير احنا في الخماسي الحديث بنعمل جري وسباحه، خلاص، وبعد كده بنبدا بقى نتعلم سلاح الشيش ثم الرمايه ثم الفروسيه، تمام. فكان ساعتها البطولات في سني هي جري وسباحه بس. فقال لي انت تعالى معانا كده بطوله، هتجري في التراك 400 متر وهتنزل تعوم 50 متر. فانا كنت اصلا سباح، والجري كده كده يعني اي حد بيجري. فروحت فلما روحت اتفاجئوا بيا ان انا عملت في الجري احسن من السباحه. فبطوله في الثانيه في الثالثه كان في عندنا مدير فني اجنبي بولندي اسمه مكاي مارك، ده اللي بنى بقى الخماسي في مصر. فالراجل اعجب جدا بيا وقال لي ايه رايك تنضم للمنتخب وبتاع. طبعا فرحت جدا، وكانت دي البدايات بقى. ابتديت بقى اتعلم في المنتخب بقى السلاح والرمايه والفروسيه، وكملت بقى. وبعد كده بطلت الجودو والسباحه، خلاص ما بقتش العب بطولات يعني في السباحه بس، وفضلت مكمل كده في كره السرعه شويه لحد 2010، لحد ما ركزت بقى نهائيا بقى في الخماسي. دي القصه، فكانت حظ كلها بس كان حظ حلو يعني. بالنسبه لحضرتك ممكن تكون ايه البطوله وحضرتك جونيور بلاير، حضرتك حسيت ان انا ممكن اكون بطل في رياضه الخماسي الحديث؟ والله بص، هو الموضوع يعني بدا اكتر بقياسات المنتخب، وبرضه لقيت ان المدربين يعني بيقولوا لي كلام كويس، انت موهوب، انت يعني كان كلام ايجابي. برضه انا كنت محظوظ ان انا كان حواليا مجموعه من المدربين الفاهمين الايجابيين. فبدايه من قياسات المنتخب وانا لقيت نفسي الحمد لله يعني في سن صغير ابتديت اجيب نتائج قريبه اللعيبه الاكبر مني. يعني مثلا اتذكر في سنه 2007 كان عندي ساعتها كام، حوالي 18 سنه، وكنت بنافس بقوه على التاهل لاولمبياد بكين. 2005 مثلا كانت
اول بطوله عالم ليا في الشباب، والحمد لله حصلت على المركز الاول. حتى حصل موقف ظريف جدا ساعتها، كان اول ميداليه ذهب بقى في تاريخ مصر وافريقيا والعرب في الولاد. في البنات طبعا سبقتني الكابتن ايه مدني الاسطوره طبعا بتاعه الخماسي، انما في الولاد كانت اول مره تحصل ان حد يجيب ميداليه ذهب. والمدرب كان بيكلم مامتي بيقول لها مبروك ياسر طلع اول، فبتقول له طلع اول على المصريين يعني، ولا بيقول لها لا اول عالم. فطبعا الموضوع كان مفاجاه. فمن هنا بقى لا ابتديت احس ان الحمد لله انا ربنا يعني وفقني بشويه موهبه، وبرده كرم ان كان حواليا مجموعه محترمه من المدربين اللي قدروا الحمد لله يوصلوني الحته اللي تخليني لا انا لازم بقى اركز فعلا في الرياضه دي واكمل فيها يعني كده. بالنسبه لحضرتك ممكن يكون ايه الفرق وحضرتك بتمارس رياضه الخماسي الحديث وحضرتك كجونيور بلاير وحضرتك كبروفيشنال بلاير؟ سؤال حلو جدا برده عبد الرحمن. بص الفرق ان انت في مرحله الجونيور انت يعني ممكن ما تبقاش مركز على العناصر الاساسيه اللي بتخلي الرياضي قوي، زي ايه مثلا؟ زي التغذيه، زي التقويات مثلا، زي الراحه، زي النوم، بس تفضل تتحسن ويفضل ادائك يرتفع. ليه؟ لان انت بتمر بمراحل نمو، تمام، مراحل ما بعد البلوغ. ففي الفتره دي انت كده كده حتى لو الشغل مش معمول صح قوي انت بتفضل تتحسن يعني شويه بشويه. انما طبعا بعد ما بتبقى جونيور بقى وتطلع لمرحله السينيور خلاص انت خلاص النمو وقف، انت كل حاجه لازم تبقى مدروسه بدايه من برامج التدريب، الراحه، الاستشفاء، لان طبعا لعبه الخماسي زي ما انت عارف خمس العاب بتتمرن كتير جدا، على قد ما بتتمرن لازم ترتاح. وده اللي انا عانيت منه طبعا دلوقتي انا 31 سنه، انا يعني راجل عجوز شويه في الخماسي، وطبعا اصابات كتير جدا. ليه؟ لان على وقتنا ما كانش فيه لسه الـ يعني الـ العلم بتاع ان انا اكل ايه، طب اعمل ريكفري ازاي بعد التمرين عشان اريح جسمي عشان تاني يوم ابقى احسن. ما كانش لسه الموضوع زي دلوقتي. انا دلوقتي طبعا انت الدنيا كلها مفتوحه، بتقدر تشوف الناس بره بتعمل ايه، بنتعلم في اونلاين كورسز، في فالموضوع اختلف تمام. وطبعا لو في فرق، الفرق في النمو، لازم كل حاجه لما تبقى سينيور، لما تبقى في الكبار، تبقى مدروسه كويس جدا، بدايه من البرامج التدريب للراحه للتركيز للاكل النوم. فهو ده طبعا الفرق الكبير، وده اللي بيخلي على فكره الحمد لله احنا في الخماسي طبعا متميزين جدا. انما اللي بيميز الدول الاجنبيه عامه في جميع الرياضات لما بيدخلوا في مرحله الكبار دي الموضوع بيبقى مدروس اكتر، بيبقى علمي اكتر، فطبعا ده اللي بيخليهم عندهم ثبات اكتر في النتائج وكونسيستنسي يعني اللي هو احنا عندنا في مصر ممكن تلاقي 2-3 لعيبه حد موهوب وربنا كرمه بشويه ناس حلوه بيشتغلوا معاه فتلاقيه فرقع وطلع، انما ايه بتلاقي واحد و10 لا. الخماسي الحمد لله عندنا عشان احنا منظومه بنشتغل زي بره شويه فعدد الابطال زاد، انما لسه احنا محتاجين نشتغل بطريقه علميه اكتر، محتاجين نوفر رياضي سبل الراحه والاستشفاء بره التمرين اكتر عشان ان شاء الله مصر كل الالعاب تقدر تبقى ايه ناطح الدول الاوروبيه يعني وامريكا وكده بشكل اقوى يعني. كان ايه شعور حضرتك لما حضرتك توكتب كاس العالم لرياضه الخماسي الحديث في الشباب كاول مره وحضرتك توكت بيها مرتين، فكان ايه شعور حضرتك؟ والله طبعا انت شعور المكسب ده عبد الرحمن او شعور النجاح عامه يعني مفيش احلى منه يعني. طبعا بقى اقعد اقول لك ما كنتش مصدق الكلام المحفوظ، انما لا هو انت بتوصل لمرحله عارف حاجه اللي هي النشوه اللي هي انت بتبقى قاعد مثلا خلاص بقى لا مش فارق معاك حاجه يعني، ممكن تروح كده من البطوله تفضل نايم على السرير كده بس عمال تفتكر بس اللحظات، لحظه كده دخولك على خط الفينش واستلام الميداليه والمجهود اللي انت بذلته. طبعا احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعني يحس باحساس النجاح ده، مش شرط بقى بطوله عالم يعني. انا مثلا يعني انا سنه 2016 خلاص خدنا اول عالم في الكبار انا والاساطير عمرو عمر الجزيري، وكنت انا في الفردي واخد خامس. انما انا عايز اقول لك فرحتي كانت زي فرحه الاول، لان انا حسيت ان انا كنت راجع من اصابه قويه جدا. ناس كتير كانت بتقول لي انت مش فاهم مش متضرر دي اصابه انزلاق غضروفي في الظهر، فانت خلاص يستحسن بقى تشوف مجال التدريب كفايه لعب. الحمد لله حسيت ان انا ايه انتصرت على نفسي وحققت نجاح، مش شرط حتى ان انا اخد من ثلاثه الاوائل، انما انت فكره ان انت تنجز حاجه تحقق هدف تتنقل من حته لحته دي مفيش شعور احلى منها. فطبعا يعني شعور لا يوصف، شعور النشوه. حتى عارف انت والله لما بتنجح تحس كده ان انت الناجح ده ملامح وش وبتلاقيها كده هاديه بتتغير يعني. انت لو شفت واحد مثلا صاحبك او انت حتى عبد الرحمن مثلا كنت متضايق من حاجه وبقالك فتره بتسعى في حاجه مثلا ومش عارف تنجح فيها، بعدين بعد فتره مثلا تنجح فيها تشوف شكلك تلاقي شكلك اتغير، مشيتك اتغيرت، وشك. فطبعا النجاح ده
احسن حاجه طبعا في الدنيا. يعني مين اللعيبه اللي حضرتك بتحب تتفرج عليهم في رياضه الخماسي الحديث؟ والله بص هو طبعا في لعيبه يعني هكلمك الاول على المصريين طبعا خلاص وهكلمك على يعني كل لعيب بحب اتفرج عليه في انهي لعبه. يعني مثلا عندنا كان اسطوره الكابتن عمرو الجزيري, هو دلوقتي طبعا بيلعب لامريكا لنتيجه ان هو اتجوز امريكيه وكده, ولعيب محترم ووطني جدا وكويس وبتستمتع جدا بيه طبعا في السباحه. كابتن عمر الجزيري مثلا, وده كان بينافسني ومرني تمام, بتستمتع بيه جدا في رياضه السلاح. عندنا شاب صغير مهند طارق في السلاح استمتع بيه جدا. احمد الجندي طبعا تستمتع بيه جدا في الرمايه وفي الليزر ران, تستمتع بيه في تركيزه وارادته. الكابتن اسلام حامد برضو الاراده اللي عنده والعزيمه اللي عنده برضو دي, خلي بالك مش شرط انت ممكن تستمتع ان انت بتشوف واحد ازاي عنده عزيمه كده, ازاي هو يعني قدر مثلا يبذل مجهود ويطور من نفسه ويطور من ادائه. فطبعا كل الناس دي, كابتن عمرو الجزيري احب برضو اتفرج عليه في الفروسيه طبعا, كانت كابتن ايه مدني تقعد تتفرج كده عليها في البطوله كلها وانت مستمتع وتشوف قد ايه ازاي عندها قدره على السيطره على النفس والتركيز في البطوله. فكل الناس دي طبعا. اما بالنسبه للاجانب بقى ففي الكسندر ليسن ده بطل اولمبياد 2016, احب اتفرج عليه جدا في السلاح. خلي بالك السلاح من امتع الالعاب برضو اللي تتفرج عليها في الخماسي, اكتر لعبه ممتعه. في الفروسيه جانين كولمان من المانيا برضو, تحس ان انت بتتفرج على فارسه من اللي يلعبوا فروسيه بس. فطبعا لا لعيبه كتير جدا الناس اللي انا في, احمد اشرف برضو لعيب وبينافسني. خلي بالك انا غالبيه الناس اللي انا قلت لك عليهم دول ما بيلعبوا معايا بنتنافس دلوقتي, انما ما يمنعش ده برضو ان الناس دي طبعا كلها ابطال. خارج شويه رياضه الخماسي, ايه الرياضات اللي حضرتك بتحب تتفرج عليها؟ بص انا عامه بحب طبعا جميع الرياضات, انما طبعا بحب اتفرج على الباسكت بول جدا, الام بي اي بالتحديد يعني, مش اي ماتشات باسكت طبعا. يعني ما فيش حد ما بيحبش كره القدم طبعا, كلنا بنحبها جدا وبنستمتع بيها. جميع الرياضات الفرديه جميله بصراحه, السباحه, العاب القوه برضه. انا خلي بالك بحب اتفرج على اشخاص يعني على حسب مين اللي بيلعب لعبه ايه فين, فاهم يعني. مثلا لو هنضرب مثل بالكوره طبعا اكيد انت عارف اقول محمد صلاح ومش عارف, بنتفرج على السباحه في لعيبه معينه احب اتفرج على الايفنتس بتاعتهم, العاب القوه نفس الكلام. انما طبعا انا مفيش تقريبا رياضه, مفيش رياضه, اي رياضه لو شغاله في التلفزيون خلاص هسيب اي حاجه واتفرج عليها طبعا, لو على مستوى يعني لو على مستوى عالي يعني. مين اللعيبه طيب اللي حضرتك ممكن تكون بتحب تتفرج عليهم في الرياضات دي؟ اقول لك يعني مثلا في العاب القوه مثلا احب جدا اتفرج على ايلود كيبشوجي بتاع الماراثون مثلا, احب اتفرج على بيكيلي, هما الاثنين مفروض لعيبه ماراثون طبعا. كان قبل كده يوسين بولت طبعا في المسافات القصيره, ودلوقتي في كذا برضو لعيب في المسافات القصيره اساميهم مش حضراني قوي. احب اتفرج على مو فرح طبعا في ال 10 كيلو وال 5 كيلو, في راجل لسه كسر رقم ال 5 كيلو ده برضو والله ما فاكر اسمه, بس برضو حد قوي جدا من اوغندا. في السباحه طبعا كان مايكل فيليبس يعني اسطوره السباحه, كنت احب اتفرج عليه قوي. الام بي اي لعيبه كتير طبعا, ليبرون جيمس وفي الراجل بتاع جولدن ستيت ووريرز ستيفن كاري, ستيفن كاري طبعا, الناس دي كلها, هاردن برضه ابو دقن ده, وطبعا بقى قبل كده كوبي براينت والناس دي بس الله يرحمه بقى كوبي براينت برضه. والناس دي على فكره انا اتصورت مع كذا حد فيهم في الاولمبيك جيمز, سواء فيليبس او كوبي براينت او ليبرون جيمس. رياضه السلاح برضه في ناس كتير ستارز احب اتفرج عليهم قوي. الكوره احب رونالدو, احب يعني الناس الحلوه, انا ما عنديش انتماءات قوي في الكوره, انما رونالدو ميسي الاثنين احب اتفرج عليهم وهما بيلعبوا. كنت احب رونالدينو بقى زمان جدا يعني, انا بالنسبه لي رونالدينو ده احسن لعيب كوره جه في التاريخ, مهما يقولوا بقى عن ميسي ورونالدو والكلام ده, انا بالنسبه لي رونالدينو ما جاش زيه. رياضات ايه تاني برضو اللي بركز فيها مع في ناس انا عارف يعني عارف اشكالهم مش اسمائهم, سواء في الجمباز, الفروسيه يعني اوفر اول يعني, انما مينلي الناس اللي انا ببقى عارفهم ومركز عليهم بيبقى العاب قوه سباحه. وبعدين برضو خلي بالك بتبقى ايه قبل بطوله عالم, قبل اولمبياد, ابقى في حديث مع واحد صاحبي كده فبيبقى متابع اكتر هو جوه اللعبه الناس الجديده,
بيقول لي مش عارف مين ميسي فرانكلين مثلا مش عارف ايه في السباحة ده، خلي بالك من البنت دي زي بولت في 2008 كده. يعني احنا كلنا في 2008 ما كناش واخدين بالنا قوي مين بولت يعني ولا، بس لقيت مثلا واحد صاحبي بيقول لي خلي بالك ده في فلان من جامايكا يعمل مفاجأة، هتبدا تركز وتتفرج. انما مفيش احلى من الفرجة على الرياضة كده كده يعني. بالنسبة لحضرتك ممكن يكون ايه الاستعدادات الجاية لحضرتك؟ بص هو انا طبعا كنا احنا بنستعد طبعا لطوكيو، انما جه طبعا موضوع الكورونا ده. انا بالنسبة لي موضوع الكورونا ده انقذني ليه؟ لان انا كان عندي اصابة قوية جدا اللي هي بتاعت ظهري اللي عندي من زمان دي، رجعت تاني اصابت الانزلاق الغضروفي، دي اصابة مزمنة يعني ما بتخفش، انما انت بتقدر تتعايش معاها وتشتغل وتلعب وانت بتاخد بالك من شويه حاجات. فطبعا اللي حصل ان الموضوع للاسف رجع تاني بقوه في اخر سنه 2019. عملت علاج سريع في المانيا ورجعت 2020، انما رجع لي تاني، فكانت السنه بتضيع وخلاص كنت مفكر جديا في الاعتزال. بعد طبعا موضوع كورونا ده بقى عندي فرصه، فانا الهدف الاول بالنسبه لي ان انا اوصل لمرحله ان ما يبقاش في وجع أو يعني مش هتعالج من اصابتي لانها ما بتخلص الاصابه ما بتخلص، انما اوصل لمرحله ان انا اقدر ارجع اتمرن تاني. وبعد كده الخطه بتعتمد على ان انا هركز اكتر على العاب الخبره اللي هي سلاح الشيش والرمايه والفروسيه، تمام، لان دي العاب انت بتقدر، هي من اسمها باينه العاب الخبره او العاب الالعاب الفنيه، تمام، اللي هي بتعتمد اكتر على خبرتك وعلى التركيز وعلى الذكاء وعلى الفهم، دي طبعا بتبقى محتاجه مجهود اقل وتركيز اكتر، فانا هركز عليها بحكم الاصابه والوجع. وبعد كده نبدا نرفع برضو على التوازي السباحه والجري اللي هي العاب المجهود، ولازم طبعا يبقى في كذا محطه. احنا اول بطوله مهمه عندنا كاس عالم شهر 3 يبقى في المجر، فلازم يبقى في كذا محطه كده نبدا نجرب فيهم ونشوف احنا وصلنا لايه، شويه جولز كده صغيره 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 لحد ان شاء الله ما نوصل لاكتر جاهزيه. بعد بقى ما نوصل لاول كاس عالم ده، احنا طبعا عندنا منافسه قويه جدا جوه مصر، عندنا الكابتن احمد اسامه الجندي طبعا، كابتن اسلام حامد، كابتن احمد اشرف، كابتن مهند طارق، وفي اوريدي الكابتن شريف نظير ده متاهل. فالمهمه صعبه جدا ان انت اصلا خلي بالك احنا اثنين بس اللي بيلعبوا من كل دوله في الاولمبيات، وعارف ان انت طبعا مذاكر وعارف الكلام ده كويس، فطبعا المنافسه هتبقى جديده قوي. انما ان شاء الله انا احاول، انا اكبر واحد فيهم بقى، انا اعتمد على الخبره، هم المجهود والقوه واللياقه وانا الخبره ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لحضرتك ممكن تكون شايف ازاي بطولات الليزر رن اللي هي بطولات الرمايه الاونلاين وحضرتك مشرف عليهم، فحضرتك شايف ازاي البطولات دي؟ واحنا الحمد لله يعني احنا اخترعنا موضوع البطولات الاونلاين ده. طبعا انا يعني انا في الاول لما عملته كنت انا وشويه اصحاب، تمام، بنفكر في طريقه ازاي نسلي وقتنا، اصحابي اجانب يعني، سواء كان ليا صديق في المكسيك وكذا كذا حد كده، طب نتسلى ازاي، عايزين نعمل حاجه كده. فابتدينا مع بعض اونلاين كده ايه، نجرب فكره ان احنا نلعب رمايه ضد بعض، لقينا الموضوع لذيذ، ابتدينا نحط قوانين وخطط وقواعد وعملنا بطوله كده. كنا قاصدين بيها ان احنا يعني نجمع الناس نهاف فن مع بعض، ما كانش مقصود منها شويه حاجات. جبنا سبونسر شركه مشهوره في مجال الرمايه في الخماسي الحديث اسمها بنتا شوت، تمام، ودخلت وعملت جوائز ولقينا اقبال كويس جدا، كان في حوالي 200 مشترك خلاص. فدي كانت اول بطوله وعملت نجاح جامد جدا، اشتغلنا عملنا جرافيكس حلوه وشغل لايفات على الفيسبوك وبتاع. فبعد كده المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عجبته الفكره جدا ورحب بيها وطلب مننا ان احنا عايزين ننظم بطوله ثانيه زي دي يعني تحت رعايه الاتحاد. اشتغلنا عليها والحمد لله جالنا 600 مشترك، ده طبعا يعني رقم قياسي في البطولات الاونلاين. وفضلنا بقى مكملين بقى شغالين عليها بحيث ان الفكره يعني عاجبه الناس جدا، طورت الاداء جدا بتاع الناس في الرمايه في عز ما الناس كلها مريحه وما بتعملش حاجه في موضوع الكورونا ده، قدرنا نعمل حاجه الحمد لله، توفيق ربنا يخلينا نخلي الناس تكمل في الاكشن وتفضل مركزه. وموضوع ناجح جدا وجميل جدا ومكمل، وان شاء الله كمان بقى بعد الربوع نطور اكتر افكار ويبقى في ايفنتس اكتر كمان على ارض الواقع ان شاء الله. ايه الحكمه اللي حضرتك بتحب تمشي عليها في الكارير بتاع حضرتك كلاعب خماسي حديث؟ حلو السؤال ده برضه يا عبد الرحمن. والله الحكمه انا يعني انا الحكمه خليني كده اشوف حاجه برضه، انا بقعد لعلمك انا من الناس اللي تحب تقعد تكتب حاجات على الفيسبوك وتجيب كوتس، بس ببقى سريعها كلها من على جوجل، فما فيش حاجه في دماغي قوي. انما
يعني خليني اقول لك ان انا مقتنع ان انت يعني لو عندك يقين ان انت تقدر تحقق حاجه معينه خلاص واخدت بالاسباب فبنسبه كبيره قوي ربنا هيديك الحاجه اللي انت عايز تحققها بس الاول لازم تاخد بالاسباب يعني اخذ باسباب ثم دعاء ثم يقين زي بره خلي بالك بره بيسموه لو اوف اتراكشن قانون الجاذبيه احنا عندنا في مصر بنقول عليه ايه التوفيق من عند ربنا بره يقول لك لو انت بتتمنى حاجه واشتغلت لها صح وصدقت انها تجيلك فبتجيلك احنا عندنا عشان ثقافتنا وحاجه بقى دينيه شويه فبنقول ايه لو انت عايز الحاجه بتسعى لها وبتدعي ربنا وبتبقى متاكد ان ربنا هيعملها لك فبيعملها لك فالاراده ثم اليقين والدعاء تلاقي المعجزات اتحققت طبعا ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن توجهها للناشئين واللي بيحبوا حضرتك اللي لسه مبتدئين رياضه الخماسي الحديث والله احب اقول لهم ان اولا لو هم اختاروا رياضه الخماسي فده اختيار موفق واختيار جميل جدا الحاجه النصيحه بقى اللي انا حابب اقدمها لهم واقدمها لاولياء الامور في نصيحه للعيبه وفي نصيحه لاولياء الامور بالنسبه للعيبه يعني او خلينا اكلم ولي الامر لان هو ولي الامر هو خلي بالك اللي بيبقى المحرك الاساسي اللعيب يعني مش كل الناس صغيرين وشاطرين زي كده عبد الرحمن الناس اللي بلاظر منا كده لا في حد هو اللي بيحركهم بحب انصح اولياء الامور ان لازم تحولوا شويه تثقفوا نفسيكم المجال مليان ناس دلوقتي هي بتبيع افكار اكتر ما بتحقق شغل حقيقي فلازم تحاول تفهم المتطلبات بتاعه سن ابنك دي حاجات بسيطه واي حد بيقدر يخش على النت دلوقتي بدل ما تدخل على الفيسبوك تضيع ساعتين في كلام فاضي ولا في رمضان صبحي هيمضي البيراميدز ولا هيمضي للاهلي والكلام ده خش اقرا لك معلومتين عن التغذيه معلومتين عن عناصر اللياقه البدنيه مثلا اللي المفروض الطفل اللي عنده 8 ولا 9 سنين يشتغلهم بدل ما تروح مدرب يموت ولادك ومش هقول لك يتحرق انا مش مقتنع بكلمه طفل يتحرق دي لو ولد اتداس عليه وهو صغير وراح لحد بيفهم هيعرف يظبطه ويرجعه انما ان انت تشتغل مع ناس بتركز اكتر على التكنيك بتاع اللعيب على 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 الاداء الحركي بتاع اللعيب مش عمال بس مجرد ان هو بيفكر في النتائج وعمال يعزق في اللعيب ويموت فيه فدي اهم نصيحه اشتغل على ان الولد يتعلم الحاجه صح في نفس الوقت برضو خليك ايجابي مع ابنك تمام احنا بنشوف للاسف قولي لو انا مطول قوي في الكلام قولي استوب لا مفيش لا طيب. براحت حضرتك خالص بص احنا بنشوف دلوقتي كتير جدا ان ولي الامر للاسف ممكن ولد يوبخ مثلا ولي امر يوبخ ابنه بشكل عنيف قدام الناس يزعق له الحاجات دي كلها بتكسر الولد خليك ايجابي مع الولد شجعه حط له اهداف دايما ليها علاقه بيه ما تقارنوش دي بقى دي النصيحه بقى الاهم يعني انا هو في وسط الكلام عمال افتكر لو في نصيحه مهمه انا عايز اديها لحد هي اللي انا قلتها دي بلاش مقارنه بلاش تقعد تقارن ابنك مع فلان وعلان لا انت انا النهارده مثلا بجري ال 100 متر مثلا في 15 ثانيه خلاص لو انا جبت 14 ثانيه ونص مثلا او 14 ثانيه و90 جزء انا كده نجحت شجعني قول لي كويس قول لابنك كويس برافو عليك انت كسرت رقمك جدع دي الطريقه اللي هتخلي ابنك بعد كده احسن واحد انما انت النهارده الولد يجيب 15 ثانيه وفي ولد تاني يجيب 13 ثانيه فانت عمال متضايق مش هيحس بالنجاح يعني لو هو جاب 14 ثانيه مش هو كده نجح صح لكن انت لما عمال تقارنه باللي ماشي اول دلوقتي هيفضل على طول حاسس باحباط هيفضل على طول ما بيحققش حاجه خلي كل واحد يخليه في نفسه يخليه في ابنه يحاول يشوف ازاي يقدر يحسن نفسيه الولد ازاي يديله ثقه في نفسه عشان يبقى طالع سوي بني ادم مش مريض نفسيا تمام وده اللي يخلي الولد في الاخر بطل تقارن وتقول اصل ابن فلان مش عارف يعمل ايه واصل اللعيب الفلاني كل واحد بيبقى له وقت معين هو اللي بيظهر فيه ولو هنضرب مثلا ممكن نضرب مثلا بالكوره خلاص محمد صلاح مثلا في وقت من الاوقات كان بيترفض من انديه يعني في مصر يعني مش عايز اتكلم بقى خلاص في وقت معين وصل لمرحله خلاص محمد صلاح دلوقتي من احسن خمس لعيبه في العالم تقريبا تمام اجاله وقت في وقت معين وهو عنده حاجه و20 سنه في لعيبه تانية وهم صغيرين وهم 17 وهم 18 كان الناس بتتوقع لهم مستقبل اكتر محمد صلاح صح ولا لا انما هو فضل مركز على نفسه فنور في وقت معين كل واحد بينور في وقت معين لو الايه الطريقه ماشيه بطريقه صحيه وما بنقارنش بلاش مقارنات هي دي النصيحه ان انا رغيت كتير الملخص ما تقارنش خليك في نفسك وركز في نفسك هتوصل لاحسن حاجه
انا بحب اشكر حضرتك جدا، ده كان شرف كبير جدا لو كان يعمل انترفيو مع واحد من اساطير رياضه الخماسي وكره السرعه في مصر. بتمنى لحضرتك ان شاء الله المشاركه في اولمبياد طوكيو 2021 والتعافي من الاصابه القريبه. متشكر جدا يا عبد الرحمن، وانا والله اتشرفت بالحديث معاك واستمتعت جدا، وانا بتوقع لك ان انت ان شاء الله هتبقى يعني احد، يعني اللي مش هقول لك اساطير عشان ما تتغرش، انما هيبقى ليك شأن كبير جدا ان شاء الله في المجال الاعلامي وخصوصا الاعلام الرياضي. شكرا يا عبد الرحمن. وانا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انا بحب اشكر جدا كابتن ياسر لزوره معنا النهارده، ده كان شرف كبير جدا عشان نعمل معاه انترفيو، ورب ابقى دايما مندوس نظنكم بيها. لو انت جديد في القناه اعمل لايك سبسكرايب وشير للفيديو، عايزين نوصل القناه لاكبر عدد ممكن، ما سبسكرايب اكبر والله اكسلم كده. رب ابقى دايما مندوس نظنكم بيها، مع السلامه.